بسم الله الرحمن الرحيم. والله بالأعزاء نكمل عائلة تقاليد الأنتين. اليوم نتعرف على الخواص الفيزيائية للهاليدات بعد ما أخذنا تصنيفات هاليدات الأنتين. لقينا في عندي هاليد المثيل، لقينا هاليد الأنتين الأول والثاني والثالث، وأخذنا أمثلة عليه وكيف نصنفهم. بعد هيك انتقلنا للتسمية. اليوم نتعرف على الخواص الفيزيائية للهاليدات، والسنة الجاية إن شاء الله في التوجيه نتعرف على الخواص الكيميائية. ايش بقصد بالخواص الفيزيائيه؟ الخواص الفيزيائيه دائما بتعتمد على زي ما بقول درجه الغليان، درجه الانصهار، الكثافه، الذائبيه وهكذا. بدل ما نتعرف اليوم على شغلتين عندي في الخواص الفيزيائيه، درجه غليان الهاليدات وذائبيه الهاليدات في الماء. تعرفنا انه قطريه الجزيئات في الفصل الاول بتعتمد او بتتاثر بنوع الذرات المكونه لها، يعني وبتعتمد على ايش القطبيه؟ على فرق في الكهروسالبيه، الفرق في الكهروسالبيه. في عندي نشاط عشان نتعرف ايش درجه غليان الهاليدات، في عندي جدول بدنا نحل الاسئله اللي عليه. نشاط 3 صفحه 70. النشاط بيقول لي مديني جدول فيه هاليدات الالكيل وفي درجه غليان هاليد كل الكيل. السؤال الاول بيقول لي عشان نستنتج ايش العوامل اللي بتعتمد على درجه الغليان بدنا نحل الاسئله الموجوده عندي. السؤال الاول بيقول لي ما اثر نوع ذره الهالوجين، ما اثر نوع ذره الهالوجين على درجه غليان الهاليدات ذات الارقام 1 و2 و3 و4؟ تعالوا نشوف في المركب الاول عندي CH3F CH3Cl CH3Br CH3R، ومديني درجة غليان كل مركب سالب 78 سالب 24 3 42. لاحظوا ايش بقول لي نوع الهالوجين، لاحظوا مجموعة الالكيل ثابتة اللي هو الميثيل. ايش اللي بتغير عندي؟ نوع الهالوجين فلور كلور بروم يود. كيف ترتيبهم في الجدول الدوري الفلور والكلور والبروم واليود؟ بلاحظ كلهم موجودين في المجموعه السابعه في الجدول الدوري. هاي ترتيبهم زي هيك فلور كلور بروم يود. بلاحظ من اعلى لاسفل بتزداد ايش؟ الكتلة المولية، تزداد الكتلة المولية. يبقى ما علاقة نوع ذرة الهالوجين، نوع الهالوجين عندي بدرجة الغليان؟ لاحظوا هيك ايش بصير في درجة الغليان؟ بتزداد، تزداد درجة الغليان. وبالتالي هي الفلور، كلور بروم يود. يبقى ايش بقول السؤال الاول؟ ما اثر نوع ذرة الهالوجين على درجة الغليان اللي عند الارقام الاربعة 1 و2 و3 و4؟ بزيادة الكتلة المولية تزداد درجة الغليان. يبقى بحل اول واحد، هاي نمرة واحد، ايش الاجابة بتاعته؟ تزداد بزيادة الكتلة المولية للهالوجينات تزداد درجة الغليان، دالين عن درجة ايش الغليان. السؤال الثاني يبقى هي نشاط 3 صفحة 70، حلينا واحدة، استنتجنا انه من اعلى لاسفل في المجموعة الواحدة تزداد الكتلة المولية، لاحظنا درجة الغليان بتزداد او في المثال في السؤال اللي عندي الموجود، وبالتالي بزيادة الكتلة المولية للهالوجينات تزداد درجة الغليان. نمرة 2، ما أثر عدد ذرات الهالوجين على درجة غليان الهاليدات ذات الأرقام 2 و7 و8؟ تعالوا بدي أحط الأرقام عندي، هي رقم 2 صيغته زي هيك CH3Cl، قديش درجة الغليان اللي رقم 2 سالب 24؟ رقم 7 CH2Cl2، قديش درجة غليانه؟ 40. رقم 8 CH Cl3، قديش درجة غليانه؟ 1
وستين. لاحظوا أنا عندي ضربة هالوجين واحدة كلور، هنا ضربتين كلور، ضربتين هالوجين، هنا ثلاث ضربات كلور هالوجين. إيش بصير فيه؟ كل ما بزيد عدد ضربات، كل ما بزيد عدد ضربات الهالوجين في المركبات، أنا عندي اثنين كانت 40، لما كانت ثلاث ضربات صارت 61، معناته إيش؟ تزداد. لما كانت واحدة سالب 24، لما اثنين من سالب 24 ل 40 زادت، يبقى بزيادة. ها نمرة اثنين الإجابة، كلما ازداد عدد ذرات الهالوجين في المركب تزداد درجة الغليان. كلما زاد عدد ذرات الهالوجين في المركب تزداد درجة الغليان. يبقى هي خدت الآن عمليًا بيعتمدوا على درجة الغليان اللي هو نوع الهالوجين في البداية، لقيناه بيعتمد على الكتلة المولية. ثاني شيء عدد ذرات ايش الهالوجين، إنه كل ما ازداد عند عدد ذرات الهالوجين بتزداد درجة الغليان. السؤال الثالث بحكي في السؤال الثالث ما أثر طول السلسلة الهيدروكربونية، هل هنا ايش؟ السلسلة الهيدروكربونية على درجة غليان الهاليدات في الأقطاب 2 و 5 و 6. نكتب رقم 2 عند المثال CH3Cl، قديش درجة الغليان كانت؟ سالب 24. رقم 5 المركب C2H5Cl، قديش صارت درجة غليانه؟ 12. رقم 6 C3H7Cl، قديش كانت درجة غليانه؟ 47. لاحظوا السلسلة الكربونية عندي مكونة من ذرة كربون واحدة. الهالوجين الآن أنا عندي إيش؟ ثابت. Cl مش ماله؟ ثابت. Cl Cl Cl. إيش اللي اختلف عند السلسلة الهيدروكربونية؟ أنا ذرة كربون واحدة، أنا ذرتين كربون، أنا ثلاث ذرات كربون. لاحظوا لما كان ذرة كربون واحدة يعني السلسلة الهيدروكربونية عندي كان قديش درجة الغليان؟ سالب 24. لما زادت السلسلة الهيدروكربونية يعني زادت عندي عدد ذرات الكربون صار قديش؟ 12. يبقى من سالب 24 ل 12 ايش صار عندي؟ زيادة في درجة الغليان. طيب من ذرتين كربون لثلاث ذرات كربون يعني زادت السلسلة الكربونية والسلسلة الهيدروكربونية كانت من 12 ل 47، يبقى زادت درجة ايش الغليان. يبقى بستنتج في نمرة 3 من حل السؤال، كلما زاد طول السلسلة الهيدروكربونية تزداد درجة الغليان. كلما زاد طول السلسلة الهيدروكربونية تزداد درجة الغليان. يبقى هاي النشاط العلمي بناء على الجدول اللي مديه لي، حلينا اول ثلاث اسئله. السؤال الرابع ايش بيقول لي؟ ما العوامل المؤثره او ما العوامل التي تؤثر في درجه غليان الهاليدات اللي استنتجناهم عندي؟ اول واحد هاي نمره 4 الف نوع الهالوجين. ايش لقينا في نوع الهالوجين؟ اللي هو حلينا نمره الف، في نوع الهالوجين لما كان عندي فلور كلور بروميون، كل ما ازدادت الكتله الموليه لقيناها تزداد درجه ايش الغليان. نمره ب لقينا ايش؟ عدد ذرات الهالوجين. يبقى هاي العوامل بتاثر على درجه غليان الهاليدات، عدد ذرات الهالوجين. لما لقينا ذره واحده، لما لقينا ذرتين ثلاثه، عند الثلاثة لقينا درجة الغليان أعلى من رقم 2 أعلى من رقم 1 وهكذا زي في المثال أو في السؤال الثاني. جيم العامل الثالث لقيناه وحليناه اللي هو طول السلسلة الهيدروكربونية، عند ثلاث ذرات لقينا درجة الغليان أعلى من ذرتين أعلى من 1 وهكذا، يبقى طول السلسلة الكربونية أو الهيدروكربونية يبقى هاي عندي ال15
الخصائص الفيزيائية للهريدات. أول عملة بدناها درجة بليان الهريدات ولقيناها بتعتمد على ثلاث شغلات بناء على الجدول اللي عطوه لي في كتاب وإن شاء الله حليناهم: نوع الهالوجين، عدد ذرات الهالوجين، والسلسلة الهيدروكربونية. بننتقل الآن لذئبية الهريدات في الماء. ذئبية الهريدات في الماء، لو أخذنا ثلاث مركبات من هذه الشغلة برضو في عند النشاط، وهذه الذئبية دائما تعتمد على قطبية ايش المذوبة المذيب. لو عندي مركبات هذه الثلاثة CH3 F CH3 CN CH3 BR CH3 I، دائما كلمة الذئبية تعتمد على قطبية المذاب والمذيب. وفي قاعدة في الكيمياء بتقولنا like dissolve fish like، يعني المادة بتذيب شبيهتها اللي بتشبهها. الآن ايش نوع الترابط اللي اخذناه؟ ونرجع لكم للفصل الأول فأول وحدة في الروابط الكيميائية برضه في القطبية. ايش نوع الترابط اللي الموجود عندي في الـ CH3F في الـ CH3CL في الـ BR في الـ CH3I؟ هذا كلهم موجود فيهم ثنائي القطب، قوة تجاذب ايش من ثنائي القطب لأنهم مركبات شمالهم قطبية. لكن بلاقي في الـ CH3F موجود عندي ايش؟ في الـ CH3F موجود عندي ترابط ايش؟ هيدروجيني. ايش عرفني يا استاذ انه في عندي ترابط هيدروجيني؟ واخذناه الفصل الأول انه الترابط الهيدروجيني عبارة عن ذرة هيدروجين مرتبطة بإحدى الذرات الثلاثة نيتروجين أكسجين فلور في جزيئ، وثلاث الذرات نفسه أكسجين ونيتروجين وفلور في جزيئ مجاور. معناته هذا عندي بذوب في المية، لكن الثلاثة هذول لا يذوبوا في الماء. ليش؟ لأنه بكون ترابط هيدروجيني مع الماء، بكون ترابط هيدروجيني مع إيش؟ الماء. عشان هيك عندي سؤال بقول لي الفلور ميثان والفلور الإيثان بذوبوا في المية لأنه إيش؟ بكون ترابط هيدروجيني. لو جاني سؤال علي يذوب اللي عندي هذا فلورو ميثان، فلورو ميثان وأخذنا التسمية، والفلورو إيثان إيثان في الماء، ايش السبب؟ بتحلوه. ايش السبب؟ ايش بتحلوه؟ طب هل انا طب قلت لكم فلورو ميثان وفلورو ايثان، والميثان ضربت كربون واحده والايثان ضربتين كربون، طب هل فلورو بروبان والبيوتان وهكذا والسلسله الكربونيه كل ما تزداد برضه بتزداد بذوبه في الميه؟ بقول لي لا، الفلورو بروبان واحد، فلورو بروبان قليل الذوبان في الماء واحد، فلورو البروبان قليل الذوبان في الماء، بينما الواحد فلورو بيوتان غير ذائب في الماء. يبقى كلما ازداد طول السلسلة الهيدروكربونية أكبر من أربع ذرات كربون، أكبر من أربع ذرات لأن البيوتان أربعة، أكبر من أربع ذرات كل هيدات الألكين لا تذوب إيش في الماء. وأخذنا CH3Cl مركبات الفلوريد الميثيل وبروميد الميثيل يوديد الميثيل، هذه لا تكون ترابط هيدروجيني مع الماء، لا تكون ترابط هيدروجيني مع الماء. يبقى هاي عندي مرتبات، ودائما الواحد فلور البيوتان قلت لكم غير ذائب في الماء والاكبر من الاربع ذرات كربون غير ذائبه في الماء، وبالتالي بتكون في المذيبات ايش اللي بتشبهها اللي هي الغير قطبيه، لانه بيزداد عندها الشق الهيدروكربوني والشق الهيدروكربوني بيكون شماله غير قطبي، والماده كلها بتذيب شبيهتها، عشان هيك بتلاقوها بتذوب في الهكسان في البنزين وهكذا وغيرها من هذه المرتبات. يبقى هينا خلصنا درس الخواص الفيزيائية للهريدات، أخذنا درجة غليان الهريدات وذائبية الهريدات في الماء، وإن شاء الله المرة الجاية أو في سؤال واجب عندكم
سؤال واجب صفحة 72. في عندي ثلاث مركبات ورتبها، رتب هيدات الألفية حسب ذهنيتها في الإكسام. تو حكيتها لكم، لو ركزوا في الكلام اللي حكيته بترتبوهم. برضو بقول لي على الهليدات، في لها عدة استخدامات أو عدة تطبيقات. هل ممكن الهليدات يستخدموها في غاز التبريد الموجود في الثلاجة عندي اللي هو المركبات الفلورو كلورو كاربون؟ برضو تستخدم في المبيدات الحشرية اللي هو زي المبيد الحشري البي دي تي، وابحثوا لي عن باختصار البي دي تي. في عندي مبيد حشري دي دي تي، ابحثوا لي ايش الاختصار تبعه، ايش الاسم تبعه هذا الاختصار تبعه. برضه بيستخدموها في الصناعات البلاستيكيه اللي هي زي المواسير البلاستيك اللي عندي البي في سي البولي فينايل كلورايد. وبهيك بنكون خلصنا درس السليدات الالكيل من حيث التصنيفات والتعريفات والخواص الفيزيائيه والتسميات. المره الجايه ان شاء الله حندخل في الكحولات، عائله جديده زي ما خلصنا هاليد الالكيل ندخل في الكحولات، بعد الكحولات ندخل في الالدهيدات والكيتونات ثم الاحماض الكربوكسيليه. يعطيكم العافيه.